للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من ليبيا اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي. سيادة اللواء، بعد التحية، إلى أي مدى تؤثر سيطرة الجيش الليبي على هذه الحدود على سير المعارك في الداخل الليبي بشكل عام، وأيضا على مسار قطع الدعم عن الجماعات الإرهابية المنتشرة في الداخل الليبي؟ السلام عليكم، أحييكم وأحيي كافة الأخوة المشاهدين. نعم، تمكنت القوات المسلحة من بسط نفوذ سيطرة الدولة الليبية على كامل حدودها مع النيجر ومع الجزائر، وكذلك استكملت اليوم عملياتها في منطقة أم الأراضي، وبالتالي نستطيع القول أن الحدود التشادية أصبحت الآن أمام قوات مسلحة وتتم الوصول إليها قريبا، ولكن المنافذ الرئيسية بالكامل أصبحت الآن بأيدي القوات المسلحة العربية الليبية. هذا الانجاز الكبير جدا سيقطع الطريق، طريق التمويل والانتقال للارهابيين والعصابات الاجراميه، الهجره غير الشرعيه، تهريب المخدرات، تهريب الاسلحه، سواء من غرب الوطن الشرقي الى شرقه او من الجنوب نحو الشمال. باذن الله ستتم العمليات في خلال الايام القادمه، وسيتم اعلان كامل الاراضي الليبيه تحت السيطره. الحدود التونسية ليس يوجد عليها أي تهديد أمني يذكر، بعض التأمينات ستكون كافية أو كفيلة بالسيطرة على الحدود التونسية، ولكن الآن هو إقفال الشريان الخطير والأهم، وهو شريان تشاد والنيجر، وهذا الشريان يربط ما بين مجموعات بوكو حرام، مجموعات تنظيم القاعدة في المغرب العربي وفي شمال أفريقيا، مع التنظيمات الإرهابية في غرب ليبيا وفي دول أخرى عن طريق نقلها عبر الشمال الغرب الشمال الغربي لليبيا، ولكن الحمد لله الآن قوات مسلحة نجحت في قطع هذه الخطوط جميعا. تمام. سيادة اللواء، قبل أيام كان هناك لقاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي جمع ما بين قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر وأيضا رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد فايز السراج. هل نستطيع أن نقول بأن هناك تقدم سياسي يتوازى مع التقدم العسكري الذي تحققه قوات الجيش الليبي؟ هناك أيضا على الجانب الآخر تقدم سياسي، وما هو هذا التقدم الذي أحرز خلال الأيام الماضية؟ حقيقة ليس لدي ما أضيف على ما نشر في بعض وسائل الإعلام، لأني لم أقصد السيد القائد العام حتى هذه اللحظة بعد عودته من زيارة الإمارات، ولكن ما نشر هو أعتقد هو يعتبر نسخة من أبو ظبي واحد الذي كان في 2014 تقريبا أو 2018. أبو ظبي واحد كانت نفس النتائج، ولكن اليوم هذه النتائج مدعومة بانتصارات على الارض، بتقدم كبير جدا للقوات المسلحه. اليوم راينا مظاهرات داخل مدينه طرابلس مؤيده مسيرات مؤيده للجيش ومؤيده للشرطه، وبالتالي الان تقريبا اي اتفاق سياسي هو ممكن التطبيق وممكن المسير باتجاهه بشكل سليم وامن، لان القاعده الرئيسيه لاي عمليه تقارب او عمليه او اي عمليه سياسيه او عمليه اقتصاديه أو الأولى الأولى الاشتراطات وهو الشرط الأمني، والأمن تقريبا أصبح الآن متوفر بشكل كبير جدا. تمام. انتشرت في بعض وسائل الإعلام سيادة اللواء خلال الأيام القليلة الماضية أن هناك توافق تم حول تشكيل مجلس رئاسي يتكون من المشير خليفة حفتر والسيد عقيلة صالح وأيضا السيد فايز السراج، ما مدى صحة هذه المعلومات؟ حقيقة ليست لدي أي معلومات حول هذا الجانب على الإطلاق، ولكن أعتقد أن السيد القائد العام لم يذهب إلى أبو ظبي من أجل أن يكون هو عضو في مجلس رئاسي أو غير ذلك، تقريبا هو ذهب هناك لأن خطوط عريضة لحل الأزمة الليبية واشتراطات رئيسية للمحافظة على الجيش الوطني الذي بناه والذي بذل مجهودات كبيرة جدا في استعادته لهذه الأرض، ولكن هذه المعلومات ليست لدي أي فكرة عنها ولن تصل أي شيء بهذا الخصوص. أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي على كل هذه التوضيحات.